إذن نحن نتحدث عن سلسلة من الغارات استهدفت أيضا في ريف حمص منذ قليل، سلسلة غارات استهدفت محيط القصير في ريف حمص قرب الحدود السورية اللبنانية. إذن عدد من الغارات، سواء هذه سلسلة من الغارات التي استهدفت محيط القصير في ريف حمص قرب الحدود السورية اللبنانية، وأيضا مراسل الحدث تحدث عن غارة إسرائيلية نشاهد صورها استهدفت منزلا في حوش الرافقة في قضاء بعلبك.